التصريح الوحيد من الحكومة الأردنية والذي صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند المبيدين قال بأن الحادثة وقعت داخل الأراضي السورية لقاعدة تابعة للقوات الأمريكية في الداخل السوري. هذا البيان الرسمي الوحيد من الأردن، لكن الإدارة الأمريكية تقول أن الحادثة وقعت داخل الأراضي الأردنية في منطقة أو في قاعدة صغيرة برج 22 أعتقد على حسب ما قرأت سريعا. لكن إذا كانت هذه القاعدة متواجدة بالقرب من الحدود الأردنية في تحديدا في منطقة الركبان، وهي منطقة حدودية تقع على ثلاثة حدود ما بين الأردن وسوريا والعراق، هذه الحادثة يعني هي واحدة من الحوادث التي حصلت للقاعدة الأمريكية أو للقوات الأمريكية، لكن هناك العشرات من الحوادث التي وقعت ضمن الحدود الأردنية التي تمتد مع سوريا طبعا، والتي تمتد أكثر من 375 كيلو متر. الأردن أحبط العشرات من العمليات التي كانت معدة من قبل الميليشيات الإيرانية التي تستغل عوز المواطنين السوريين في الجنوب السوري وتقوم بتدريبهم لإدخال الأسلحة والمخدرات والمتفجرات أيضا داخل الأردن. لكن هذه العمليات أحبطت فورا، وهناك تصريح أعتقد سيكون هناك تصريح عفوا الآن وصلني أنه سيكون هناك تصريحات لبيان من الجيش الأردني، لكن التصريحات الوحيدة كما تحدثنا رسميا أردنيا هي أن القاعدة الأمريكية التي استهدفت هي داخل الأراضي السورية، ويعني كما تحدثنا أنها فقط للإيضاح عماد هذا التصريح نقلا عن تصريح هذا نقلا عن للتأكيد قلت نقلا عن وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قال إن هذه الهجمات وقعت داخل الأراضي السورية. أتحدث عودة إلى المنطقة تحديدا التي وقعت فيها هذه الحادثة أو هذه المتواجدة في هذه القاعدة الأمريكية الصغيرة، هي ربما هي منطقة